بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن وناكسن أخيرت هوا دنا قد دعوة تايم يركز وضع فيها دوني ذاك جوكتان ومركلة إيه برنامج كي مداشا كالسان وضع دعوة تان كالسان تي في ستوديسة مقالة لندن ماني كسوة خميسة ساعة مقالة لندن مركاية تهي اللحظة مخرب نمو أما اللحظة قلب نو آني راهدو برنامج كي مداشا كالسان دعوة ديال وحانوكو قادة ديقنا كون سوق قادنا الرماها سياسة دا يستماعيقا يكل كاستاغن سأنا ولو داغنو قود أهام ببلشوين تا صوماليات سأي وحوغا إلاهدان سلا مركانا تلاد قود أي اوغا ديبتان يوغو برنامشي قيبتي سدامانا خاتكا تلفونكا أي نغالا قيبقا تان واحاقاك تضوات كان يه برنامشي مادشا كالسان داواليان وحانج علينا كسو قاتو قضب مهي ماون سلا يهي انت بادن ديرد دا أيكو هايين أما فوكسكا قود أهام ببلشوين تا صوماليات oo ku saabsanaa dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha hadda uu ka yahay maxamed abdullahi farmaajo oo 8 bishan loo doortay inuu hoggaanka u qabto dawladda cusub ee federaalka ee Soomaaliya iyadoo isla maalintii shalayna xubnaha golaha baarlamaanka oo tiradoodu ahayd 231 ay codka kalsoonida siiyeen ra'iisul wasaaraha cusub ee madaxweynaha farmaajo soo magacaabay xasan cali khayre bal markaa waxa jecelay markii hore iyadoo dhacdadii u dambeysayna ay tahay isla ra'iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre oo xilkii kala wareegay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke bal muuqaal guud oo ku saabsan qaabkii iyo dhacdadii ay u ansixiyeen xubnaha golaha baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu goobta markaa ku sugnaa tiradooduna guud ahaan basaa ka dhawaajinay ay ahaayeen 231 oo isla 231kiiba ay ansixiyeen hal codna aanu ka soo horjeesan ra'iisul wasaare خير marka hore ku soo dhawaada muqaaladaas mustafa dhacay xilibanada golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa wixii codka kalsoonida u qaadeen ra'iisul wasaaraha cusub ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo xilibanada maanta soo xaadiray kalfadhiga ayaa tiradoodu waxay gaaraysay 231 mudane waxa ayna codkooda siiyeen ra'iisul wasaaraha cusub xasan cali qeyre ma jirin xilibaan ka aamusay ama diiday waxayna dhammaantood u codeeyeen natiijada ha kadib natiijada codeynta waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya بروفيسور محمد شيخ عثمان جواري رئيس الوزراء عصب أي خطبتك جيدية كهور كالسوني سينتا وحاو اونا بلان قادي وحكا قباشا دا اريمها امنيغا مصوما سوقا يهلي دا مشارات كا عيدان كا انيغو ان زور بيغ دونا برنامج كا حكومة دا اوفاق فاسن كد مركان سمايا لتشير دبا هدنا وحان سي كوان هدا ادين لو داغ دونا اريمها ان ديرا دا ساري دونو اللي بانا دا شرفت له مدر يال ايمر وجين anigoo ka duulaya halkudhigii madaxweynaha ee ahaa nabad iyo nolol waxaan mudnaanta koowaad siin doonaa arrimaha soo socda gurmadka abaaraha waan horey u hadlay amniga dhisidda ciidan qaran iyo xasilinta dalka la dagaalanka musuqmaasuqa hagaajinta maamulka iyo maaraynta dhaqaalaha dalka
هرجلين تعدالة يبقى هواين تجرسورك جرسورك دلك لما يسترك الدستور دستورك رجيم تفضل على انت هرجلين تأصحاب سياسات هرجلين تدورشوين كهير دقمو هير دولة قبضات هير فدرال يجودهان دموقراطيين تا دلك صوماليات سيدو الكلاة وحان ديرا دساري دونا يبقى شيسين دبا متنمو هي حوجين تا حريركا معمولة دلك سيلو هو بيو وحقبت كا رمها انصوشي وحقبت كا رمها انصوشي وحام بارلمانك شرف طريق كرسو دي كبالا قال يا إن أنا جاي حكومة دي دبلا إيمان دونزو دال دا عدنمو كرتي وفنان قصر يسن إصلاح حسابتا قبع سي إصلاح حسابتا قاسو عدبا طبو نغضو عن حقيقين دوانا إن حكومة دي دو سي جوبتا وهرتي ماذا قولها شعب كان جوابتو سؤالها يتبشد اللي بعنا دا شرفتا أرنتا لوحينو سورتي قلين دورتا ده فرنان يصلح حسابا تغنقل اللي بعنا ده شرفت له مضنا يالي يمرهوين حكومة ده أنصار دي سيدونا وامد لإيمان إذا ما بلوغناك يصلح حسابا كرتي وفنان إيو وحقبة تبايستر سيدو مدحوينة جمهورية دبالان قادي وحان ده تغنقلين دونا نظام وفن وان سي أدك ولكن دعالة دونو فرالك كيني كرا مسوما سوا هي مامور حمار. وهم بلن قادة دونا بلن قادة دونا إن قف كي لغو هلا فرال مسوما سوا. لكن قادة دونا تلابا شرعا ما ما رجيل دونا هدي إلى هي رادا شخصي شرعي كسرع. راسنا واحد كارك دونتان إن دمان وما دورنامي أيو سنان دون تشارع غير تيسا يدو إدنا أن لوغة إبليسن دورين هلكا أما منصبكا دولاليد أودالك وخي حكومة ديدو وحا حكي إلا هير هذا هل بيكو نقوم دورا كرتي يبوفنان سيدي هل هيس قوة هنجرتي ليس الوزاري يهورا الله ونحرشتا قدانا عبد الرساء حاج حسين وحا عوالا إن شعبك صوماليا دي بشير رجوان أكسن أوكي مثلاً إن سيدكو إن سيدكو حدود تاجران دولة فدرالية وهو قامنا يوم الله بين فرماجو سيد أسترادي وإن رجال الشعب كنا بينا تصنع وحقب الطبع ويسكوها لين كران سيلوهم تو كرسولينا الشعب وحيان دولة دولة اللي أنا شرفت له مدن يالي يبلغوين سحن سحادة يعني عودة فرنمة بلوحدة ويدريمة يعني شعب الصوماليات ويسبدل كي مثل بيتان كود أصو عاد كده هندون تان قبل اسمات كي يحطقن كا حكومة دامزور دي سدونة يدامان قيادها كالدوان الدولدة جيسا كلا وحاكول عن كاكها اللي وأم هاد عليي مدحينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو إساقونا بلان قاضي إنو سيدا أقود أخصيها بلان وحوقا بانطونا أريمها أمان كا مانتا ربي لابو قدير وحيشيس طاقة تقالا إيا وحكوشينا إنا دونجيان تقالكا طاقة سخلافسا إنا إسعفيان إنتا خدقا ملاهي أباك وانا قد مقال وحي أباك روصور ومريس وحوية وعدا درو يا رب نسبنا حيسري أفضل صوماليا بلي أصوب الريبة إلا سعفلو كعباها يستفسدو وحن أمسنا هاي أدوك ناكوهم بايلو هاي اللي هي أصوب الري أدوك هوربو بايلو أخاك إنسان وأصوب الري دقال سكيي وأصوب الري باهي أبارو يوم ثامي وأصوب الري إنت أصوب الري وحدا إنت وحنا سيسا وعلى رانوه بيغا بيش عارك بيش عارك حنا سيسا وهذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يج
عبير معه حزب ما معنى الله تقوله أما حزب يا معدورة تقوله ده شغال الوطع اللي كم كنت هاي أفضل سمسوا سرعتا إلا الأحزاب سمي صنو وضط كوالاح سمو صمينو ورادة بيك روه يسرح وحكي وشباب العالم وحن أمسنا هاي وقت ودوانا معدين حتى نسوط اللو وإس آمنو وآمنو 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 الشباب رئيس الوزراء عصب إيمان تأييد كسيين كل سنة حبنا بارلبان كدو دفتر الكسمالية أيوة حلقة فردية إنه صادس حكومة كوبان أو تيالة أو حقق تحريم بدن وجهريو أمنية يدبه شيء سينتا وهجك ضوضي المقلدة سي وحي هردع وهاين برنامج كمذا شكل سن أن تضواد كان مع عوا أنكو قاعدة دقي دونو صاد أركيسين أنسحين تي حمل دبان نذا قلها برلمان كسوماليا إما أنت شلا هيد أيكو أنسحين رئيس الوزراء خير ولا بقول يكوبي صدقن كي حبنود جوب تم مذا شكل سكنابا أي هالمر أيدين سلام مركان هال عود أو كهري مدي أما ديدي هوايارته آنو شرين aan marka dib ugu soo noqdo madashayda iyo todobaadkan oo marti ugu yahay Cabdi Cumar oo wada garanaysan oo ah madaxda sare ee xisbiga Tayo ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gar ahaan iyo guud ahaan ba aan ku soo dhaweeyay marka in Cabdi Cumar ee studio hayaga magaalada London Cabdi Cumar soo dhaweeyay ku dhawaa walaal in Cabdi Sani uu wada arkaynay oda dhaamaysay oo kala sareey balow kala qaada in muqaalka u dambeeyay in wada daawanayney golahi xildhibaanadu guud ahaanba sida u dhanaayeen waxay ayideen way ansixiyeen ra'iisul wasaare khayre maxaa sababaha wasaaradaha may in arrintaas uu arin aad u dhacday ahayd en laakiin waxa xaqiiqo ah oo runtii arrintaas ku dhacday la dhigi kara in madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo maxamed dawladda federaalka Soomaaliya محمد عبد الله محمد فرماجو ان رنتي وكيمد اسغا اسدا لا سوتبو ربيتان شعب الصوماليه حلبانه دورتي حلبانهنا waxay doorteen ay ku doorteen ayagoo ka wakiila ama matalaayo shacabka Soomaaliyeed ay doorteen en taasuna waxay keentay in isagana uu soo xusho ninkii markaas uu islahaa isagana runtii umada Soomaaliyeed wax weyn buu qaban karaa oo ra'iisul wasaaro Soomaali waa uu noqon karaa een iyagoo taa ka turjumayo marka xildhibaanadu oo wali ka turjumayo rabitaankii shacabka Soomaaliyeed ay rabeen een maadaama ninkii ay rabeen runtii ay niyadda ku hayeen oo shacabka Soomaaliyeed ay wasaga soo doortay oo keenay halkan oo yiri ninkaan rabaa inuu ra'iisul wasaaro uu su'aal u noqdo haddana tani waxay runtii daba taala shalay doorashadii dhacday maxay ahayd macnaa shalay markaan leeyahay waxaan ka wada doorashadii madaxweynaha hore u dhacday ayay tarina runtii daba taala oo waxaad u maleysaa in shacabka Soomaaliyeed aan sida markuu ra'iisul wasaare keenay muxuu ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweynaha ee Soomaaliya aan wax walba keenaba oo umada Soomaaliyeed soo hor dhigaba inay fududaan doonaan oo si sahla runtii umada Soomaaliyeed ay u aqbali doonto maadaama ay yihiin inay aad u aaminsan yihiin umada Soomaaliyeed wax walba doon marka in xildhibaanada golaha ee baarlamaanka ma waxa loo oran karaa waxay ka turjumeen codkii ee shacabka ka turjumeen mise codsigii madaxweynaha uga yimiday in la ansixiyo ra'iisul wasaare khayre mid kale oo fasir kara marka een saddex nooc ba waa tahay koow way tahay maxay ahayd rabitaanka shacabka oo marna aanan meesha ka marnayn een midda labaadna way tahay oo codsigii madaxweynuhu oo inta istaagay oo ka codsaday baarlamaanka inay doortaan iyadana runtii way tixgeliyeen oo way qiimeeyeen een waxa taasi saddexeeyo oo runtii iyada laftigeeda la dhigi kara een khayr oo laftirkiisu ah ee nin dhalinyara een umada Soomaaliyeedna la dhigi karo runtii dambi kaba gelin een la dhigi karana maxay ahayd een arintan hadda taala ee umada Soomaaliyeed kala dad sanantan iyo waxan qaybti uu ku lahaa ra'iisul wasaarenimo runtii la rajaynayo inuu wax weyn ka qaban doono maadaama uu yahay nin dhalinyara oo firfircoon oo dhig cusub oo ku jiro oo dalkiisa iyo dadkiisa jecel ee wax badan maxay ahayd ka dhax shaqeynayay umada Soomaaliyeed sida aad ula socotay historigiisa mar gadaal loo aqriyo een intaas oo dhano isbiirsatay runtii waxa la dhigi karaa waa lagu doortay een maxay ahayd Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha cusub oo shacabka Soomaaliyeed rabitaankooda iyo rabitaanka madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed iyo isaga dhalinyaranimadiisa iyo maxay ahayd isaga laftigiisa waad maqleysaa markuu meesha ka hadlayay runtii hadal aad u qiimo badan ayuu ka jeediyay iyadoo la dhigi karo waliba waa nin cod kara runtii
محايا هايدي هذا الذي سوء يادو على عدي أن عبد عمر مركي لما قعابي أما أن أكل واقعي ملحوينه أن خير رأي إنه رسول زارنا قندونا رنتي أن بلشوا إنتو صومالي تقول هم ملي تشوغان ساعد بعض كان دواج سي لما فيلين خير رأي إنه أن بلشوا دعوه هركين دورا رك بدن أو أن هذا حس بيسي كتير سين تايو إيو هذي أي بلشوا إنتو صومالي أي مقع كله يهين حاجة سياسة أما كسو شقيبة تدكو أدو هذا الهي أن خير رأي سهوستو دعي كسو بحي محامر كأسلاد هاي مدحوينه وقت اللابسة دي أن رك كلا أنو عرباوني أو خير أو سياسة دكو عصبة سكر دواج سي أنين دلنيرا أو أن ساحة السياسة هر أوجرين بسم الله هرتو ولا لو ساول سعتبه وحك استوى كل عام بقدر الله إن قدر كإلهي أي وحك صورت كوي ماذا نجوا إسكان لنا لكن ما ملك إلهي باسكلا هرتو بقدر الله أي مركه هر كوي مد إن قيره ورزق زارا كون قضي إن مرك الله بعد محيا هيدي وحد كده واجس حزب جتيو رنتي حزب جتيو مدحينا ساول سعتبه أصحاب كموصل إيمانين wuxuu ku yimid isagoo shakhsi ah ayuu soo istaagay waa run xisbiga tayo ka ah gudoomiyaha xisbiga tayo way la shaqeeyeen taas waa mid meeshaan ka marayn laakiin haddana marka aad fiiriso Soomaaliya doorashadii la galay waxa lagu galay shakhsi ma lagu galay saasaan runtii lagu soo baxay marka tii horto maxay ahayd asxaabta oo xisbiga inta soo baxo cabinetkiis asagoo soo dhisto taa wari lama gaarin marka tan madaxweynuhu wuxuu dhaceeyaa dhamaan wada Soomaaliyeed tayo kaliya madaxweynuhu ma qaranka Soomaaliya madaxweynuhu yahay cid kasto oo mudan markaas oo maxay ahaydee oo dhig karo alleele waa ku aboontay risaal noqoto ayuu ka dhigay hadaan soo noqdo un qeyre oo nasiibkiisa runtii ay ku noqotay nin dhalinyarana ah en runtii waxaan isleeyahay anigu firfircoonaantiisa iyo dhalinyaranimadiisa iyo maxay ahaydee wax qabadkiisa oo sheegay madaxweynaha kartidiisa ayuu ku doortay mid kale ugu muhiimsan waxay tahay oo runtii madaxweynaha laftirkiisa uu ka dhawaajiyay een waad ogtahay bariyihii ugu dambeeyay ama saradii Soomaaliya dambo dhan waxa socda ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynuhu is haysto oo shaqadii ka socon waynayso marka madaxweynaha laftirkiisa wuxuu waxa ku doortay waxa kamid in ninkii uu yahay inaan isla shaqeyn karno 4 sano soo socoto waagaag een sidaynu wada ognahay hadda in madaxweynuhu waxa uu kaliya hadda gacanta ugu jiraa ra'iisul wasaaraha iyo marka laga reebo in aqalka madaxtooyada dhowr qof oo magacaabay in ra'iisul wasaaraha la doortay in khayre waxa uu kaga dhawaajiyay in xubnaha baarlamaanka hortooda in dhaarti ka bacdi inuu isna soo dhisi doono golaha wasiirro oo tayale sawo in dhowr jeer ugu celiyay tayale marka in bal nala wadaag bismillaah waa run maxay ahaydee saawla socotaba in dawladan oo madaxweynaha ka yahay een maxamed abdullah farmaajo ee mabda'yada ugu waaweyn waxa weeye een ilaalinta amniga ilaalinta waxaan rabaa amaanada umada Soomaaliyeed ee in la ilaaliyo oo qofku uu noqdo amaan inuu noqdo marka horta waxaan isleeyahay een qodobka koowaad oo qeyr uu ka fiirin doono ee wasgulisa wasiirada waa mayhay qof amniga waa mid waa qodobka runtii ugu muhiimsan oo umada Soomaaliyeedna maanta aad ay ugu baahan tahay maxay yeelay waa la socotaa een umada Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamay wadanka Soomaaliya inuu yahay wadanka ugu musuqmaasuqa badan adduunka meesha ugu hooseysa ka galay taas waxaan rajaynaynaa halka sano soo socda dawladan inay keento meesha ugu sareeyso sida aan rajaynayno musuqmaasuqa dagaalankiisa een marka wasiirada runtii aan isleeyahay wuu soo xulan doonaa waa kuwa uu ku soo xusho koow oo ku soo xusho amaanada een aqoontu meesha kama marna laakiin dad badan oo aqoon lahayn amaan lahayn jiro haddana oo amaanadii meesha ka maranta jiro een waad ogtahay oo Soomaaliya wixii burburiyay warag badan oo aqoon lahayn loo dhiibay xalahan runtii aan aad markan dib u baaro aan la yaabo runtii een hadda dawladda soo socota iyo qeyre experience inay noqoto taa rumaynayo nin PhD holder oo xukun loo dhiibay maamul loo dhiibay oo maamulka loo dhiibay wixii lagu amaansaday amaanadeedii qaatay ayaa dhacday oo isagu qaato daldasha dhacday aqoona loogu dhiibay waxa laga yaabaa aqoon diin loogu dhiibay waxa laga yaabaa aqoon maxay ahayd kala oo maadi in loogu dhiibay laakiin haddana meeshii laga filayay uusan ka soo bixin taasu marka seesan u dhicin waa in runtii wasiirada oo soo xulaya qeyre umada Soomaaliyeed ka wada sugayaan waa inay noqdaan kuwa horta amaanada umada Soomaaliyeed lagu aamini karo de sida uu hadda asaga lagu soo xushayna inuu soo xusho rag firfircoon oo runtii shaqadan ka soo bixi karo waxa jira ka dhexgalo Cabdi Cumar dawladii ka horeeyay tan xasan sheekh maxamuud ama shariif sheekh axmed iyo golaha wasiirada markaakood waxaa lagu eedeyn jiray in madaxweynayaashu ay ku soo xushaan qaab ay ku raali gelinayaan beelaha oo
أن هذا عرب كرفته أن أفر دفع شنبا وح أن كده حقوله كتره هاي وده حوريك كتري مركب مسألة هذا هاي رزول وزارة خيرة أو أن حسب كتر سنة كتر سنة وكبد داد دونا إنه وسيرة العصب يتكلم وارسين أقوان يتجي يلان دونا إنه كسر الشقاب كاس إن وكبد بثيري وحرنتي حقيقة محمد عبد الله فرماج مدعينا قرن سواء أنا قبيل قصو دور قف كستان ووجيها ماشي أو قبيلك وكجوج معناها يا محمد الصومالي لن يود أكتها هو aan qeyr ra sidoo kale de wuxuu ku soo xushay waa inuu asaga uun lamid yahay arma uu dhaw yahay waa sidoo ku soo xirshay aan qeyrana rasuul wasaarash oo wasiirada uu soo xulan doona iyaga laftirkooda waxaan rajaynayaa waa de Soomaaliya wili waxay isaga dhisantahay qaabkii 4.5 ka kamaan gudbin waa ka gudbi doonaa insha Allah oo wax in lagu base gareeyo marna kama raamis meesha laakiin ma rajaynayo inta qabiil u yimaadaan inay leeyihiin hebel anoogu fiican oo qaybtay inoo soo dhicilaa halka noogu qor oo igu qorayaan taas mid caysa ma saar rajaynayo way an hadiiba an Cabdi Umar sala filayo in usbuucii soo socda hadii u badan tahay in madaxweynuhu ka dhawaajiyay in muqaalan aan ku hayna in anigu 16 ciishaan ku soo dhisay in golaha ayaan ra'iisul wasaarahayga in ra'iisul wasaaraha laftigiisa waxaan uga fadhiyaa inaanu muddada awna sii dheereyn si aanay dadka in hankoogu awna u nida jabin oo markaba ay arkaan madhihi oo durtaba in la arkayo marka uu soo dhiso ra'iisul wasaaruhu in arrimo badan baa hor yeela dawladda in madaxweyne farmaajo dabcan ra'iisul wasaar khayr oo kulaha wasiirada oo madaxu yahay arriga ugu horeeya ee bulshooyinka Soomaaliyeed markaas ay ka dhawaajinayaan wali waa xagga amniga oo caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho wali qaraxdi usbuucan u dambeeyay in dad aan waxba garabsan baa ku leemay oo ku dhimanaya amniga iyo khayr soo wajiyo doona marka in runtii horto waxaan rajaynayaa waa shaani dhiman oo ma rabno inaan ka hor dhacno runtii maxay yeelay in xukuumadii wali ma dhisna وزير أمني مدرسنا قارئ مجدد مدرسنا قارئ مدبيات مدرسنا وتلقوه ها وحنا كبحنينا حكومة داس مركز الصور لصورته إيه سوي حقوقا الله هيد هذا اللي بتقول صور ديار ستو واحد كلو رزق في ديار زل زارا إنه صور دياريو إيه محيي هيد وحقبت كحكومة ديس وقلها باربان كهور كيانو ما لنتو كيني يقولها وزير إن تاس فرتو ومد إما نو حد عنا جمدان هاي إنه محيي هيدي ها لكن ورن وحقيقة إن عقبات بدن إيهوري يعلن يعني حكومة دن هذا لسمي دون وزارة وكيها غير ورنتي عقبات أقوين أيتهاي أمنية سومالي الرجادي and مسوق ماسوق سومالي الرجادي and مد ملا أنت أو سومالي كلا بحسن أنت and محيا هيدي and دد أنا صدق كرنو وحبي سيكر ديسي محيا دد كوين سيكر فوجادن and ما مول جبلة يدن إيو محيا هيدي ملها وحاسو لنا مركات فيرسو وحوري على عقبات بدن وكو يلا بقى يصدح la dhig karo oo ugu muhiimsan yahay saa u sheegtayba amniga aan amniga wuxuu baahan yahay ciidan sidaan ognahay aan Soomaaliyana waxyaabaha meelaha ay ka burburtay ay ka baabaday oo ugu daran waa ciidankii qaranka Soomaaliyeed aan hadii marka waan waxyaabihii runtii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed oo ku dhaartay inuu dhisay ciidanka qaranka Soomaaliyeed haddii marka la dhiso oo ciidankii inta la dhiso ee la tayeeyo ee la siiyo agabkoodii ay ku shaqo gali lahaayeen dhaqaalahoodii la siiyo daryeelkoodii caafimaad ee helaan inta haday helaan aniga waxaan aaminsanahay in amnigu uu hagaagi iyadoo xitaa dagaal la gelin aniga waxaan aaminsanahay iyadoo la dagaalamin xarakaadkan dawladda ka soo horjeedo xitaa aan weerar lagu qaadin waxaan aaminsanahay in amnigu automatically uu hagaagi maxay yeelay canuga dhalinyarada Soomaaliga 16 jirka 17 jirka 18 jirka 20 jirka ee maanta Soomaaliya joogaahay waxa uu xarakaadkan ugu biirayo waa dhaqaale darre waa isagoon haysanin mishaar ku filan taas markuu ekeenaysa hadii la qoro marka waxaan ka wada ujeedo waxaan kala jeeda hadii dhalinyaradii Soomaaliyeed marka loo qoro dalkooda inay difaacaan oo ciidankooda qaranka loo qoro oo shaqo abuuris kara loo sameeyo oo la siiyo mishaar ku filan oo noloshooda kaafin kara la siiyo runtii waxa iimaaneysa cid kasta oo dawladda ka soo horjeeda na waxay isticmaalaysa xaabada markasto la saara dabka waa dhalinyarada waxay aaminaysaa in dhalinyaradii ay shaqo helaan kadibna dad kale ay waan dhalinyaro ku shaqeeystaan saasna automatically u hagaago arinta ku saabsan in ciidan Soomaaliyeed la dhisay in dabcan way ka wada war qabnaa arin sahlan maaha in la qalabeeyo in say amaanka wadanka ay wax xasiliyaan dhaqaalaha wadanka waynu ognahay airport-ka marka laga reebo iyo dekedda marka laga reebo marka madaxweynuhu waxa si leedahay wuxuu isku halaynayaa beesha caalamka iyo wadamadii hadda safarka ugu dambeeyay Saudi ugu tagay inuu ogeyn in
أن كلام بدن أسوي دستة يا سعود كسر جوابين هذا نقول لك تحكم ميزانية أن لقى كبر ما رسوس ضد عام من محل هذا هي أن بتحمينه باش عالم كتاجر وبحده أو كهيستو هي أصلك النقد دونا لست عيد ماذا ما اسمها عيد ما هرت الصومالي وحن حقيقة كل قدم كوال وصومالي نسكت شطه صومالي يدا وح أي هاي سطه يا عنشور تدا جن عصت تدا صومالي أنت اسكتك تكوهرت يدا نسكت شطه لابو وحي أمد داس لغسو أروريي إنا لمسوق ما سوقين أو أي مران ماشي لوغو تلاقالي تاسي وحي كبايسا كو إن عيدا مدا مشار كودا باريوريتا إيغا لغادقو أو إيغا مشار كودا خورت عيدا مدا إيشغالا مشار كودا رتو جوكتو إيو هلان إن آي كودا ني جوكتو إيو هلان تاسو مركا وحيسا محيسا ورنتو إيسا محيسا إن بيش عالم كلفتر كيدا ماركي كو أركتو إنا تاي قف سعدو أود وحقب سنيو أيضو إيكو سوكالا أوردي كترادو أنا وحكو تري أنا وحكو تري وحكو كري ماركا إن مهمة دوين وحاوي بيداعقو إن ماركو هر سومالي أي سكوتا شطو إن حاجة دقالها مركي نقطو حاجة دقالها دقالها ماركا وحكا دبين إن بيش عالم كا إن صح لو يديستو absolutely وإن أمد الصوماليات ماركو هر يدو وحا أي هاي سطو إيا ويحي أيكو كابي كرتو محايالي فيري إن قناع سطو الصوماليات وأنت هاسو محيي هيدي كون أو جناستو سومالي هيدا جرتو هديل ربضل كونو هجاجو وأنا قيبك قاتان اسمها ضل كني قيبك قاتان إن هديل لاسو نقد إياه ده دياس برضه ودكتاي أنت هاسو مليون أوقف أي لندن كلي أما يوكي كلي على وقاس أنا جوكتو شنب قالو كونو سومالي جوكتو هدي دت كاس لا محيي هيدا لاسد أبو جريو أكونو لعك تقصو شوان ديار بيجين دل كود إني كنتي أي تاكلية خير الله سيو إن برنامج شكيك هو الرئي وحن جعلنا إن دواذية شحسو سيو شيخ محمد يدرس أو قصو نمرك إن دبلن طبعا أنا شغله ولي إنه هذا شو هو أركي أتكلم دواش سيو كده دواشيو أمر كاره إن سومالي دو أيوه هسكت شدان ولبا يستقو إن عرفك أو كده فتاي إن قيب تيسا كشيخ هن أو كقيب قادر يو إن بقالة أورن أو سمينة يو هدي بويلي عن كهرو دولدة إن مدحوينة فرماتشو إن خرجك برنامج لك هنا جاي أو كوبح دونه ماشي لو بحاجة بركان مدحوينة فرماتشو ديار موية إنه حرير لسامي صدر الشيخ محمد يدرسو كلا إيو علماء الصوماليين يقنع سطة أقع عيسا دي بوليسك دالكا كانتو دك قادر يو وحا مهيم هرتو رنتي ودن كان والا قدليه محمد عبد الله فرماجو ومدحوينها دولد فدرالكا الصومالي لكن يسوي كل جسم له دالكري وقد حيا دمان ومدى الصوماليات ترى ذا ودن كا وحال الربا إن اسمه يسا العقارون تيسا إن لقى قريب قاتو وستوس الله قد قريب قاتو حدنا ماشي كما مرنو إنه ينقلن فوضى إنه ينقلن قفول بوصلهن زي عنو قفول بوصلهن لعقبان أوروريا أنا وصندتك كارك فائدي سنحتا تدا وعجرو إنه سن مركز لقيا بني داعت كأين لعقارون تاسو وإيه قربا إنه دنا كنا كفوش ذا إنه يسند عنا ومهم لكن دولة دو حال جربا حكومة هذا أصول لسدونه قير إن شاء الله إنه سمي دون تنوار رجينينا إنه وحص يدو قابس وأصول دجسو قاب كيدت كصوماليات الدنيا دو كبهسن أما كو جده جوج أما علماء الدين كانوا قط أما دلاليرها نقطة أما هوين كان نقطة قاب كي أي وقت يبقى عدن لهاين اسمها دلكو ده وقت يبقى عدن لهاي ووح أي بحيان أي أجار لهاين ماشي أيوة تلاقيه دول دار رأيي ده ديارسن أو هبيسن أو ندامسن إنه سوق بيسو ده كنا رنتي وديار والله صعتها واجي محاكم تيجرتي and محي هيدي أو ده كده إيه ربارك إيه لا لسه العكر مالك لك مسوي جرينين waxa lagu dhisay waxay ahayd dadku waxay iska aruuriyeen dadka lagu soo aruuriyay shacabka xitaa canshuur lama qaadin laakiin dadka waxa lagu soo aruuriyay lagu dhisay hadda waan aaminsanahay hadii dawladda Soomaaliya ay soo diyaariso wax cad oo transparency ah oo meesha la tagay in la og yahay haday keento in shacabka Soomaaliya ay diyaar u yihiin vector bishka bixiya way Cabdi Umar aad baan mahadsantahay in daawadayaal badan ba khadka telefoonka ku jira in saan helayo marka daawada ugu horeeyay ayaan fursada siinaya halo assalaamu alaykum alaykum assalaam waraxma way walaalow magaca ku bilaabaya in barnaamijku waa barnaamij aan uga hadlayno in waxyaalaha horyaala caqabadaha horyaala oo nuka eegno dhanka positive ka dabcan negative ka ma eegno wali gol wasiir lama soo dhisin maxaa tala iyo tusaale ah adu magaca ku bilaabay fadlan maxay aan baxdoon portal ciidanka booliska Soomaaliya ka dhigay waxa jira magaalada Soomaaliya ma sha Allah soo dhaw waxaan waxaan leeyahay midda ciidamada iyo waxa uu yeelay madaxweynaha horyaala aadiyad hadii aan barootiga aan ciidamada waa aan la fiinin digi 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 ma jiraa
أنا واحد إلى فرماجو ماشي وغورس أو كبلا واي هنقطو وبيجي شغل إنه يتوبي كسر داي وكل حاجة له واي دوت كي هدي وبيجي سلوس داي وما دي باهل وكبد باديسا أنا قريولة يعني كل شيء صدق جيران هاي وبيجي معك وبيجي سو غوري واقعتي وبيجي بوندا لوس مستي وعلى حري واي من الزناوية أساسي إلا إلى حد هذه لوادي سنة قدم بيسي بوندو مركي أي جو جوودي ووبيجي نقوري
أنا مرقو حاندي لا أمد داسو حالوغو بدبارين كرا سياسة ديس أغو غرسينو إتوبي كلا حاجودو إن مبيغا صلاف الصحو وبيغا إزويزر لانكي إمادو جرمال صومر هولن صومر لامحيرو واقرتي كين نير لامحيرن كان كلية صوت الواحر محيطة هاي صوت way in farxad marka adigu priority waxaad siinaysa si dadka baahida iyo biilaanta ay uga baxaan waa in wabiga ay Ethiopia xidhay in madaxweyne farmaajo oo wad xajood ka galo si loo siidaayo tan ugu horeeyso waa taas laanu maxaa dadka iyo dhimaa baabay ani maashi aan ku dhashay sidoon jir aan ku soo barbaaray maanta dadkii waxay cunaan in fay cabaan ilaayeen cuntadu waxa ka horeeyso oonki xoolay way baabeen محالك الدجال يوحى صرت هذا مدريان والله الآن بعض ما صرت هاي فرحان وحن تعله هي وحن الرجينا كلمة سينا إجسي جرسيسي فرماجو إن شاء الله وحن نلفر دي عبد عمر أو حسبيك تيو إن كان ماذا إن ماذا حصل سر حسبيك أو يو كي كسرن وحن رجينا فريت هذا إنه جرسين دونه إن مدحوينها إيو رجع كأجدو هدير برالك نقول إن هرات يوون أيو كده وشي إن فرحان إن أمن وينو كان لنا طبعا سواء كان سكمو فوق من مرينا يلا تقالك أبارها هي قدو كان قدو كان لبعض طبعا لو حكا يسدي أن وحلو قبلها ها وقدو كان سرتي وقدو كان أبارها ورنتيس رنتي دتك سومالية ما أنت وي حالين وين دنتان حالو هدي دنتان ندتك عدا بس عدو هو ده كم فوق يعني مركي دتك دنتان حالو دنتان دتك عدا بس رنتي أبار بق عن وإلهي وحن كبري نمر كهر إن أبارتن يدي بعتذر مدة سومالية وكقعدو oo ilaahay maxay ahayd quluubtooda boggooda burcad isku mariyo een runtii waa masiibo masiibadana dadku badanaa waxay ku fasiraayaan in anagu aan isku keensanay oo cadaawadaan isku hayno iyo dhibaatooyinka isku hayno iyo dhiiga aan isku hayno iyo dilka aan isku haynaay inay dhashay maanta abaarta jirto een waa rajaynayaa marka horta umada Soomaaliyeed in ilaahay boggooda burcad isku mariyo een gacmahan is qabsadaan een abaartan runtii saameysay Soomaaliya gees ilaa ka gees aan waxaan isleeyahay horta waxa Ilaahay naga qaaday waxyaabaha looga bixi karo isla waa looga bixi kara waa koob dadka Soomaaliyeed oo gacmaha isqabsado oo isu gurmado aan umad kale baahi ma tiri karto aan way jiraan dawlado badan oo runtii balan qaaday in ay abaara Soomaali ka qayb qaadanayeen dawladan hadda aan joogno Ingiriiska waxay balan qaaday lacag emergency oo ilaa iyo 1 milyan iyo 18 kun oo milyan ah ayay balan qaaday in ay Soomaaliya si degdeg ah ay ugu direyso aan waxa jira marka wadamo badan oo saaso kala runtii soo gurmada ay jiro laakiin Soomaalidu waxay tiraada biyo sacbahaaga looga dhargaa aan dadka Soomaaliyeed waxaad arkaysa qof istaagay oo dhahay beesha caalamkan caawis runtii waxaan qaba arinta aan ka gudubno innaga dadkeena gudaha joogo iyo dadkeena dibadda joogo hadii aan isku tashano oo aan isku tagno waxaan kala runtii halka laga sameeyay organization badan oo lacag aruriyo kuwaad maanta shalay maanta aan arkay waxii sheegeen in ilaa 250 kun oo pound ay direen ay gudaha u direen Soomaaliya way aan adoo iyada ka raaliyeen Cabdi Umar arinta ku saabsan in jaaliyadaha qurbuhu ay iyagu is abaaburaan si hadii ay abaaraha noqon lahayd iyo hadii ay in hadda mowduuci ka koray amniga ku saabsan oo ka mid ah ciidamada iyo se ya u kacay ya laga sugeya in arintan u kacaan oo midayaan oo dawladdi hadda aan wali la magacaabin xidid la yeeshaan oo isku xiraan connection soo ya laga sugeya looga fadhiya biri horto waxa jiro oo dawladda laftigeeda kaba horeeyay ba gudiga abaaraha la yiraahdo hadda shaqeynaya jiro oo sidaad ula socotaba sheekh Nuur Baarud oo gudoomiye u yahay een gudigaasi waa gudi shaqeynaya oo active een runtii waxay wadaan hadda sida aan maqlayay bariyaha soo socdo inay maraakiib raashin ah ay keenaan oo meelo badan oo Soomaaliya sida maxay ahayd ee degada Soomaaliya ee meelo badan oo degada Soomaaliya ay ka soo dejiyaan ay soo xirtaan oo raashinkii ay dalbeen ba hadda iimaanayo sidaan oo kale xudda ku hayo een cidii hadda wax aruri saara meelaha ugu wanaagsan oo ugu haboon way ku hagaajinaysaa waa gudigaas abaaraha oo iyagu hadda hawshii ugu badneed gacanta ku hayo qeyr la siiyay shaqo badan runtii qabtay een taasi waa tan kale dawladdan iimaanayso laftirkeedu haddii ay gudiga xoojinayso oo ay leedahay gudigaasi hawshaasi wado iyo haddii gudi kale sameeyneyso iyo haddii iyadu markaas barnaamij kale oo abaaraha ku aadan ay la imaanayso runtii waa looga fadhiyaa dawladdi wali lama dhisin laakiin marna waxaysan ka fursanaynin in shacabka Soomaaliyeed kuwa gudaha joogo iyo kuwa dibadda joogo iyo garacsatada iyo culumada intay gacmaha isqabsadaan ay dadkooda baahan oo dhibaateysan ay u gurmadaan runtii aan habeen dhaw masuux dhaweeyto aniga quraacanayo subaxii alsay oo miiska fadhiyo ayaa wax soo gashay aan iyadoo laga sheekeynayo aan qodad abaaro ku dhacday oo runtii aad u dhibaateysan
والله بن كوشيغي وان إلمي عنتدي هرتي تلين ما أفكيك معنا صار مرة قف كسوس ومالي ساس ورنتي قدام قنايا وقول يا هاي واحد جيب كيس كجر روبي نقص مالي وهو استاجن حدا وهو تاجين كعمانا هيس قبص دانا أبارتنا كبحينا إن شاء الله وهجاك أبدا ما سنت هاي إن عبد عمر عن سيدة وضع حكا خدك تلفونك هلا والسلام عليكم عليكم السلام وهجاك ولا توصل بدو كجر تا إن أرمها تولد فدرك سوماليا يقوله سيرة إيمان دونا يسبدل الجود محا تلا يتصلا مقعي وحنينه ميو ميو هل كتشوك تا؟ لندن بان شوكا عريق صدح قضب بان ربي إلا نكون بيلي عريق تلاعة وايه صدح قضب حن مرينة يبالان تاي عداد صوكو بكر خدك تلفون كو ببضيني هاي وأفر أفر 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 كلمة كتغايا وايه وحوي دولي دان هرطة وحوي الشوماليد وقعود جيدا وكأسين حماس حركة مريسا لكن حماس صدو غنتي كارو نساء يا عريق إنا عريق اللوح القيدة حالك اللي يبقى صوماليا فرصانة أهان إلوان فيدي وأرمها يبقى وحي يبقى هانتاي صوماليا good governance هب دولة وناك إنه دولة عسقاتة هب دولة وناك صح وقضب بذي ذا اللوبة هيا إنه كفول الزنسي وحي يبقى عنه وقيمنا لو دن ميسي وقصر محام الله هيرو هذي كلمات اللي عن مال إلا تومين كهيلون قيلون وحماسة وحدة مكينيس هب دولة وناك و good governance إنه إلا تمال دولة دان good governance ولا يقانا قضب بذي ذا صح good transparency accountability democracy respect of law وحصونا لكن ميسي وحكم قل دولتنا هذي حتى كنت جبرنت اللي مال إيش روح دي قطك أي سبع مسترين هي هذه قطك أي سبع مسترين وحتى ما أنت السوق في اللي وياي قبل قرال كات عرض بيكون عندهم ده دولتنا محاكم تأي شروع السيفل كود كأي بين الكود كأي نظام في هرة الياري اللي بس أقوله ما جي لنا عقبت كلا يكون قمنا تهدي ماشي النظام عدالة ده بتكون هذا عدالة ترى عدالة ما هي ما أنك تهديها هذه النظام في يوحي أي سبع مسترين oo mesh good governance hab dowlad wanaag ee jilmid waa qodobkaas oo laakiin dowladdu wali ma hadda aasaaska ay ka dulleed waa maqan yahay in la soo dhiso baan yahay oo go'aan waa gartay hay'adda dhameystir tan labaad waxa weeye dowladdu laga qodob inay dhinaca dhaqaalaha ka qaadato weey waa ku jirtaa khadka toos baad ma ugu jirtaa tanadka tan labaad waxa weeye printing power iyo taxation power inay soo noqoto dowladda inay soo ceshato printing power waxa la lacag inay soo daabacato waxaan jecelahay in ma adooga raaliya waxaan jecelan af Soomaali bulsho Soomaaliyeed baan la hadlayna marka isku day wala adooga raaliya af Soomaali inaad noogu sheegto okay in ay laba awood soo xishato awooda lacag qaabicida waa gartay awooda lacag qaabicida iyo awooda arurta cashuuraha labadaas hadii ay heli wayd dhaqaale ma jiro ciidan lama dhisi karo shaqala ma jiraan shaqala ma abuuri karo wada kuna fogaas ku jiraa dowladda ama afar sano saas ay ku dhameysay tahay baan inaad u sheegto ma waxa la yiraahdaa dowlad laba awood bay leedahay sidaa labada awood waa inay lacag daaracdo oo wada wareysa talabaad inay cashuur soo uruso tan saddexaad oo raacinayo abaaraha abaaraha waxay waxaan ka cabsoonay khadku inuu ka go'ay in mayo aad baad ugu mahadsantay talooyin dhaxal gala ayaad u soo gudbisay dawladda hadda in ra'iisul wasaare khayre good governance buu ka dhawaajiyo aan dawladoodaag iyo in ay noqoto dawlad markaas tayale oo kana hada soo koobay waqti wanaagsan ha mayo waa runtii waa run dawladdu waxa ku shaqeysaa waa in dawladdu wanaag lahayd dawlad wanaag sida lagu helno waa runtii sidoo sheegay waay waxay u baahan yihiin kaabihii ee dowlad wanaagaas kaabi lahaa waa hay'adihii waa dastuurkii oo kamid laftarkiisii waa garsoorkii oo maxay ahayd loo baahan yahay cadaaladii waa cadaaladu waxa ugu muhiimsan oo dhameystiran waxaasoo dhan waa waxa kaabo dowlad wanaag markaas kadib waxa imaanaysa dowladdii inay tahay dowlad dhisan oo waxeediyo dhan u dhameystiran yihiin markaasna ku shaqeyn karto qaab dowladnimo ku shaqeyn karto runtii waa waxyaabaha u qorsheysan sida aan ugu hadda inta badan ka warqabo in dawladda la soo dhisi doono in ay hesho dawlad wanaag waa very important oo waxyaabaha muhiimadda koowaad ay siin doonto waaye tan labaad oo runtii ka dhawaajiyay walaalkay waa midan in dawladdu ay lacag soo daabacato waa run shilinkii soomaaligu waa dhammaaday shilin soomaali hadda shaqaynayo ma jiro waddanka waa la socotaa waxa la isticmaalayo waa dollar waxa ka socda ka shaqeeya anaguna American man iyo Soomaaliyana marka in horta koow lacagtii la soo daabaco waa very important saddexaad oo ka dhawaajiyo runtii ayadaftigeeda muhiim waa tii aan ku sheegay waa in anagu isku tashanaa oo cashuurteena urursanaa waddanka Soomaaliyeed iyo ganacsada Soomaaliyeed iyo cashuurta laga qaado ay noqoto midda
lagu howlgeliyo iyadoo dabcan ay badan yihiin qodobada waxaan ku soo koobnay qodobka ugu dambeeyo oo labada meel ugu dambeeyay aan jecelahay arinta ku saabsan in bulshooyinka Soomaaliyeed inta badan saaw kaga dhawaajiyay mayo waxa ka muuqata farxad iyo reereen iyo jibo wax la yiraahdo jibana wuxuu yiri meel lagu ma gaaro waxa aragu markaas ku hayaan ciidamada sheeye ee ku sugan guud ahaan Soomaaliya in ka badan 20 kun ay ku sugan yihiin caasimadda Soomaaliya xarumaha ugu waaweyn ee fila Soomaaliya ay qayb ay ka ilaalinayaan ka degan yihiin madaxweyne farmaajo muxuu ku qaacin karaa bulshada marka hadda iyagu deegaanka durba oo la og yahay ciidamadaas inay mandate ay ku joogan UN-ta ay kaga joogan waqti cayiman ay tahay soo marka madaxweynuhu ku qaacin karaa bismillaah horta walaal waxa weeye waa run maxaa abdullahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku yimid kacdoon shacab ku yimid waa dad staasar waxa keenay iska shacabku inay jalboysnaan because waad aragtaa markasta hadlay wuxuu yiraahdaa dawladda waa dawladda shacabka arugu malihi qolo group kala gooniyana malaha tayara malaha waxaas kala shacabka Soomaaliyeed marka shacabka Soomaaliyeed taas ay runtii u jalbaysan yihiin waxayna u baahan tahay xukuumadan hadda la soo dhisay maxay ahayd qeyr oo gaaminayo ayaa horta waxa laga rabaa jiheyntii shacabka Soomaaliyeed inay jiheeyaan oo iyagu u sameeyaan qaabkii iyo nidaamkii ay ku taageeri lahaayeen dawladda because shacabku waxay diyaar leeyihiin dhaqaale waxay la diyaar leeyihin taageero waxyaabaha soo dhan ay ku taageeraan oo iyagu ay daba istaagaan mid kale oo runtii muhiimka u ah su-aashaad weydiisay waa iga luntay maxay su-aashii ugu dambeysay ciidamada sheeye midan ciidamada sheeye ciidamada Amison waxay baxayaan 2018ka way sheegeen already war aad fiican dawadeeshay way sheegeen already waxay yiraahdeen 2018ka inaga waa ka baxayna Soomaaliya intaas marka waxaan rajaynaynaa in dawladan maxay ahayd in dawladan oo gaaminayo ha Abdullahi Farmaajo oo madaxweynaha ka yahay ra'iisul wasaare qeyre in ay dhisaan ciidankii qaranka Soomaaliyeed oo hanan lahaa amniga ummadda Soomaaliyeed iyaga runti looga fadhiya waana rajaynaynaa in lagu guuleysto insha Allah wa hagaag daawada yarkaas waxa uu ahaa Cabdi Cumar oo ka mid ah madaxda sare ee xisbiga Tayo ee madaxweynaha uu ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu igu waramayay studiyahayaga magaalada London barnaamijkuna waa barnaamijkii madasha kalsan dhanka farsamada waa saaxiibkay GB toddobaadka dambe intaa ku kormi doono barnaamijkan mid la mid ah dhamaantayo waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatu ¶¶